فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بدون المد هذا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان.